رسام عالمي على الإطلاق، مهندس ورسام عبقري. في دراسة اتعملت، دراسة دي بريطانية اتنشرت في مجلة اسمها جامعة، ومجلة جامعة دي مجلة متخصصة في أمراض العيون، قالت إنه واللي رأسها اسمه كريستوفر تايلر، رأس الدراسة دي وكتب قال إنه أعمال دافنشي بالدقة الشديدة دي نتيجة عيب في درجات الانكسار في عينيه، وقال إنه التباعد بين عينيه وعين، وقال إنه عين دافنشي اليسرى هي اللي بتبدي انحرافا، وقال إن ده نوع من الحول اسمه الحول الوحشي، هو اللي ادى فرصة لدافنشي إنه يشوف العالم بطريقة مختلفة، وإنه شاف الأجسام بطبيعة 3D أكثر، وكل رسوماته فيها درجة من درجات ربما برضو التأثر والانحراف في العين. ده شيء ما يخلنيش أقول يعني نخلي الولاد عندهم حول، لكن ده يعني حاجة لفتت انتباهي جدا. هل ممكن إن درجة الانحراف البسيطة في العين تجعل الإنسان، بس طبعا رسمه موهبته والعبقرية بتاعته حاجة تانية غير النظر نفسه، ممكن واحد يرسم ونظره ضعيف جدا مش محتاج نظر قوي، بس حتة أو دراسة تستحق يعني النظر والفكر. لكن الحول كعملية والاستعدادات للتعامل معاه كقضية علمية مهمة جدا، هذا هو محور حوارنا النهاردة مع قيمة علمية متميزة واسم كبير في عالم العيون، بتسعدني جدا بحوارها العلمي والتقني الرائع للغاية، وبستعد دايما لسماع صفة أكاديمية في هذا الشرح التفصيلي بتسعدني وبترضي نهمي العلمي. ضيفتي العزيزة الأستاذ الدكتور نرمين البدوي، استشاري طب وجراحات العيون وأستاذ مساعد طب وجراحة العيون بكلية الطب، صاحب الدكتوراه طب وجراحات العيون بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية جلاسكو، زميل المجلس العالمي للطب وجراحة العيون كامبريدج، وعضو جمعية أمريكية لطب وجراحات عيون الأطفال والحول، وعضو جمعية أوروبية لطب الأطفال. ضيفتي العزيزة أهلا بيك دكتور. أهلا بيك دكتور أمين. خلينا نبدأ بسؤال عام الأول حول حالة الحول، هذه الحالة المهمة جدا، ما قيمة الاستعدادات فيما يتعلق بحالة حول؟ هو هنتكلم على الحول كجراحة زي أي جراحة، استعداد الجراح لأنه يعمل جراحة معينة أكيد طبعا بيفرق في نتيجة الجراحة، سواء من حيث التوقيت بتاع الجراحة أو اختيار التقنية المناسبة اللي تدي المريض أفضل نتيجة، أو الطريقة اللي ممكن يتم بيها التعامل مع المريض بعد الجراحة. لكن في حالات الحول بالذات الاستعداد اللي قبل الجراحة ده بيعتبر جزء من العلاج، مش مجرد استعداد للجراحة. زي ما بنقول كده للطلبة لما بيجي طالب يقول أنا عايز أتعلم أو عايز أتخصص في مجال الحول، إحنا بنقوله إن قرار العملية والاستعداد للعملية وفحص الحالة قبل العملية عليه أكتر من 90% من نجاح جراحة الحول. يعني أنا لو عندي مريض عنده مية بيضة، أنا أول ما بشوفه هعرف إن هو عنده مية بيضة، خلاص قرار العملية تقريبا بيتاخد في وقتها. إنما حالة الحول بتحتاج لمجموعة من الفحوصات ومجموعة من الاستعدادات قبل ما ناخد القرار النهائي، لأن العيان ده هيمر بإنه يعمل عملية حول أو لا. أنواع الفحص إيه؟ فحص حالة الحول بيبتدي والحالة داخلة من باب العيادة. إحنا لازم نراعي إن مريض الحول دوت مثلاً وهو داخل، هل هو داخل واخد اتجاه معين براسه؟ هل راسه بتحدف في حتة معينة؟ هل بيرفع راسه زيادة عن اللزوم وهو بيتكلم بينزل راسه زيادة عن اللزوم؟ التاريخ المرضي للمريض شيء مهم جداً جداً في حالات الحول. لازم نعرف الحالة دي وراثية، هل هي حديثة، ابتدت من امتى، لدرجة ان احنا ممكن نطلب من الاهل ان احنا نشوف صور للطفل ده وهو صغير علشان نشوف هل الحالة كانت موجودة من وهو صغير ولا لا، هل بتتطور ولا لا، هل الشكل ده هو اللي موجود ولا لا، هل هي وراثية ولا لا، هل هي بتصاحبها اعراض تانية او مش بيصاحبها اعراض تانية. فحص الطفل، فحص قدرته على رؤية الصور الـ 3D اللي بنسميه عمق الرؤية بيفرق في نتيجة عملية الحول. طبعا فحص نظر الطفل والانكسار البصري اللي موجود في عينه
بيفرق جدا في ان انا اخد قرار ان انا اعمل عمليه حول او اعالج الحول ده باي طريقه غير جراحيه بحيث ان هي تديني نتيجه افضل. السؤال، الحول ساعات يبقى معاه مشاكل في النظر نفسه، في الانكسار، يعني قصر نظر، ما اعرفش بقى طول نظر، هل لابد اصلاح قصر النظر قبل عمليه الحول؟ عمليه الحول عمليه تدريجيه لازم تتم بخطوات معينه، ما ينفعش فيها خطوه تسبق الخطوه الثانيه. من اهم الخطوات قبل ما اعمل عمليه الحول ان انا بفحص العين، بشوف العين دي من اول القرنيه لغايه الشبكيه، القرنيه والعدسه وشبكيه العين، بحيث ان انا اعرف ايه المسبب اللي بيسبب المشكله اللي عمل. هل الحول ده حول ابتدائي ولا هو حول نتيجه مشكله موجوده في العين؟ من المسببات اللي ممكن تسبب الحول ان يبقى في مشاكل في الانكسار البصري، او اللي بنسميها في العادي كده ضعف نظر، ان الطفل ده يبقى عنده طول نظر او يبقى عنده قصر نظر وبالتالي بيسببه الحول، او ان الحول ممكن نتيجه ليه يحصل كسل في العين ياثر على الرؤيه. زي ما احنا شايفين مثلا احنا عندنا طفل عنده طول نظر، طول النظر ده تسبب فيما يسمى بالحول الانسي التكيفي. الحول الانسي التكيفي دي حاله لا يتم علاجها اصلا بالجراحه، علاجها الوحيد ان الطفل يلبس نظاره، وهي اللي بتعالج الحول اللي ظاهر ده. ولو كان الطفل ده اتعمل له جراحه كان هيعمل الجراحه وبعد الجراحه برده لسه عنده طول نظر، وبعد كده هنلاقي انه عمل الجراحه وبرده مازال عنده الحول الانسي ده، فبيبقى علاجه الوحيد زي ما احنا شايفين كده النظاره الطبيه. لو ما تمش عمل فحص للطفل ده وعرفنا ايه عيوب الانكسار البصري اللي موجوده ما كناش اكتشفنا الموضوع ده وكنا هيتعمل له جراحه خاطئه. في نقطه عايز افهمها كويس، الحول ومعاه كسل العين، يعني ايه كسل العين اساسا؟ كسل العين هو عدم رؤيه العين على قدرة العين على الرؤية الكاملة اللي احنا بنسميها 6 على 6 or 20 over 20، ان الانسان ما يقدرش يشوف بطريقة كاملة 6 على 6 بالرغم من عدم وجود عيوب خلقية او عيوب مرضية في العين تبرر وجود هذه الرؤية غير الكاملة. يعني مثلا ان هو ما يبقاش عنده انكسار بصري، ما يبقاش عنده قصر او طول نظر، ان هو لو لبس نظارته بتظل الرؤية ما توصلش لمرحلة 6 على 6، وبالتالي كسل العين دي حالة بتسبب الحول وحول بيسبب هو كمان كسل العين. دي بنسميها الدايرة المفرغة، ان طفل يبقى عنده كسل في العين فالعين دي يحصل فيها انحراف، لما يحصل انحراف بيأثر على علاقة المخ بالعين والرؤية بتاعة العين فبتزود كسل العين وبنبتدي نمشي في الدايرة المفرغة دي. هل في تدريبات للعين؟ احنا بنسمي تدريبات العين اللي هي احنا بنسميها بتبقى علاج في الغالب لكسل العين او تدريبات لعضلات العين. في نوعين من التدريبات. للأسف في دلوقتي ناس بتهاجم قوي علاج كسل العين، وبتهاجم قوي ان احنا بنستخدم الطرق المضمونة لعلاج كسل العين اللي احنا بنسميها الاي باتشنج او تغطية العين. والمشكلة ان تغطية العين دي تعتبر اهم وسيلة واكتر وسيلة تم الاعتراف بيها لعلاج كسل العين بالذات في الاطفال، وان هي ممكن تنقذ الطفل ده من انه اصلا يعمل جراحة في العين. يعني في اطفال لو احنا عملنا لهم جراحة وهو بيعاني من كسل العين، النتيجة ان احنا بنعمل الجراحة وبيحصل مشكلة تاني وبيحصل حول تاني، وبالتالي ان تغطية العين دي بتبقى هي اكثر طريقة تم الاعتراف بيها عالميا في احدث الابحاث لعلاج كسل العين. وبالرغم من ان في دلوقتي وسائل تكنولوجية كتيرة تم استخدامها لعلاج كسل العين باستخدام العاب الفيديو، باستخدام الالعاب الملونة، باستخدام المحفزات البصرية، الا بالرغم من كده بيظل تغطية العين هي أكثر وسيلة فعالة في علاج كسل العين، بالرغم إن في ناس دلوقتي بتحاول تهاجم ده، لكن ما أعتقدش إن هم مطلعين بما يكفي على أحدث الأبحاث اللي قالت إن كسل العين ده أهم وسيلة اللي ممكن تنقذ العين دي فعلا من الفقد
ان احنا نعمل لها التغطية دي بطريقة آمنة وبطريقة علمية بحيث ان احنا ما نسببش ضرر للعين نتيجة التغطية دي. وبيستغلوا يعني مشاعر الاهل ويبدأوا يقولوا لا انت تغطي العين والواد هيبقى بعمل زي القرصان وبتاع، والكلام ده مش منطقي ولا علمي خالص. يعني بالعكس ان تغطية العين هي فعلا الستاندر الاساسي لعلاج كسل العين. اكيد طبعا. اكيد طبعا. مش اي اسلوب ابتداعي مالوش واقع علمي مثلا باستخدام ليزر وبتاع، ما ينفعش عمل ليزر للاطفال في السن الصغير نهائي. نهائي. زي ما قلنا كل مره وبناكد على الموضوع ده تاني، الليزر في الاطفال تحت سن 18 سنه بدون مبرر علمي يعتبر جريمه في حق الطفل ده. للاسف الناس بتستغل ان الاهل اولا بتبقى عايزه تعمل لابنها احسن حاجه، بتتمنى ان هي تخلص من المشكله بطريقه نهائيه وباسرع وقت ممكن. ساعات ما بيبقاش عندها الصبر ان هي تعمل التدريبات الكافيه او تعمل تغطيه للعين، وفي ناس بتحاول توهم ان الليزر هيحل المشكله. الطفل ده نظره بيتغير، عينه بتكبر، الانكسار البصري بتاعه بيتغير من هنا للشهر الجاي للسنه الجايه. لو حتى اتعمل له ليزك دلوقتي بعد شوية هنلاقي نظره اتغير وهيحتاج ان هو يلبس النضارة تاني، احنا ما حلناش المشكلة. بالاضافة ان احنا بنتدخل في النسيج بتاع العين نفسه وبنأثر عليه وهو لسه في مرحلة النمو والتكون. السؤال القادم توقيت مهم قوي، توقيت العملية. يعني دي نقطة بقى طول عمري بعض افكر فيها، يعني هل هناك توقيت بعديه المريض اللي عنده حول يبقى فقد الفرصة، ولا العملية الحول ممتدة، ولا خيمة التوقيت المبكر؟ النقاط حول التوقيت كثيرة. تمام. هو سؤال حضرتك فيه كذا نقطة. أولا نستثني كلمة إن في حاجة اسمها ضاع الوقت لعملية الحول. هو الفكرة إنه عملية الحول دي بالأساس عملية الطبيب بيبقى ليه منها هدف والمريض ليه منها هدف. أنا كطبيب بيبقى أهم حاجة عندي إن أنا أحافظ على وظيفة العين، فلما بيجيلي طفل عنده حول أنا بيبقى هدفي الأساسي إن العين دي تستمر في إن هي تقوم بوظيفتها بأفضل طريقة ممكنة. بالنسبة للأهل بيبقى مشكلتهم أكتر شكل العين وإن هما مش عاجبهم شكل الطفل بالمنظر ده، وبالتالي عملية الحول هنا في الأطفال بتؤدي الغرض اللي الطبيب عايزه واللي الأهل لو عرفوه طبعا هيبقوا عايزينه. أكيد أي حد هيبقى بيتمنى إن هو يحافظ على وظيفة عين الطفل. لما الناس بتكبر شوية، لو بنتكلم في الكبر، حتى لو الشكل هو اللي عامل مشكلة الحول ممكن يتصلح في أي وقت وفي أي سن، ملهوش علاقة بتوقيت معين لإصلاح الحول، لكن التوقيت وظيفته في إن أنا إمتى أعمل العملية عشان أقدر أستفيد منها للحفاظ على وظيفة العين. بمعنى إن أنا لو عندي طفل لازم الأول مثلا أعالج كسل العين قبل ما أدخل أعمل عملية، التوقيت هنا مهم إن أنا أستنى إن أنا أعالج كسل العين. لو في طفل أنا عنده انكسار بصري مثلا، عنده قصر نظر أو طول نظر، لازم أعالجه الأول. حتى في المرضى الكبار، لو عندي واحد مثلا الحول اللي عنده نتيجة حادثة أو نتيجة مشكلة في العضلات وهي حديثة نتيجة إصابة، أنا ما ينفعش إن أنا أتدخل وأعمل له عملية حول في نسيج غير مستقر. يعني أنا ما ينفعش يبقى هو مخبوط والعضلة فيها مثلا تهتك أو فيها إصابة أو في شلل في العصب، مع الوقت بيحصل إن الأنسجة دي بيحصل لها شفاء. لو أنا تدخلت وغيرت زاوية العين بعد كده هيحصل هيلينج أو يحصل شفاء والزاوية دي هتتغير. فساعتها لازم على الأقل بنستنى من 8 شهور لسنة قبل ما نقرر ان احنا ندخل ونتدخل جراحيا ونأثر على عضلات هي مش في وضع ثبات. السؤال المهم انه التوقيت، لو انسان قعد فترة ما صلحش عينه وكبر يمكن اجراء عملية؟ زي ما قلت في اي وقت. الحول بالعكس في الكبار بيدي نتيجة ساتسفاينج زي ما بنقول، او نتيجة مرضية جدا، لان هو الهدف منه بيبقى بالأساس إصلاح شكل العين. وبيبقى قياس زاوية الحول
اسهل كتير، بتبقى زاويه الحول ثبتت خلاص، ما بتبقاش هتتغير، بحيث ان انا ما مدش ايدي في حاله وانا قلقانه هي لسه هتتغير، هي ممكن يبقى عنده كسل، لا لازم اصلحه، في مشكله في النظر لازم اصلحها. في الكبار الزاويه بتبقى اكثر ثباتا والنتيجه بتبقى واضحه. فبالتالي بالعكس، هو كل ما البني ادم بيكبر ومحتاج يعمل عمليه حول بيعملها، لكن احنا بننصح ان هي تتعمل بدري للحفاظ على وظيفه العين بالاضافه للحفاظ على شكل العين. الناس دايما بتسال ممكن عمليه الحول تسيب اثر في العين هيبان بعد كده؟ هو عمليه الحول عامه من اكثر العمليات امنا في عمليات العيون لسبب بسيط. انا لما بيجي لي مريض دايما بيسال السؤال ده، هي العمليه هتسيب اثر؟ طب هي هتاثر على نظري؟ الحقيقه ان عمليه الحول لا بنشتغلها على العين من بره، يعني مش بنشتغلها على الجفن مثلا من بره بحيث ان هي تسيب شكل جرح او شكل مشكله، زي ما احنا شايفين انه دي طفله وكان عندها حول ودي نتيجه العمليه بعد الحول. احنا بنشتغل على الجزء اللي ما بين الجلد بتاع العين وما بين العين نفسها. احنا ما بنشتغلش على العين، ما بنأثرش على النظر، ما بنأثرش على الرؤية، ما بنأثرش حتى على العين نفسها. احنا بنشتغل على العضلات اللي حوالين العين. حتى في مرضى بيجوا بعد العملية يقول لي لا بس انا بقيت اشوف احسن، انا نظري اتحسن بالعملية. اقول له لا، برضو مش احنا السبب، احنا ما بنأثرش على النظر بعد عملية الحول. هي ممكن تأثر على مجال الرؤية وتحسنه، لكن يعني لا بتأثر على الانكسار البصري ولا هي بتسيب الأثر الكبير، خصوصا ان احنا دلوقتي ما بنشتغلش عمليات الحول زي زمان. يعني زمان كنا ممكن بنعمل جرح كبير بنفتح على العضلة كلها علشان نبقى نقدر ان احنا نشوفها، لكن دلوقتي بقى الحول دخل فيها تقنية الميكروسكوب، بقينا بنفتح فتحة لا تتعدى 2 ملي، بندخل بالميكروسكوب للعضلة نشتغل وبنحرك العضلة سواء للأمام أو للخلف، وبعد ما بنخلص بنخرج وبنقفل الفتحة الاتنين ملي دي، بتبقى بغرزة واحدة والغرزة دي هي بتتحلل لوحديها، حتى ما بنجيبش المريض علشان خاطر نفكها، والموضوع بينتهي في أقل من تلت ساعة. إذن الحول إما علاج جراحي أو علاج نظارة، ليس هناك دور للليزر مع علاج الحول على الإطلاق. ليس هناك دور للليزر مع في علاج الحول على الإطلاق، وليس هناك دور للليزر في الأطفال تحت سن 18 سنة على الإطلاق، إلا في حالة واحدة زي ما قلنا قبل كده، إن يبقى في فرق كبير في النظر ما بين العينين أكتر من حوالي 10 درجات، وإن احنا نبقى برضو جربنا النظارة الطبية أو العدسات اللاصقة، بحيث إن دي حاجات ممكن مقاسها يتغير مع الوقت، ما نضطرش إن احنا نعمل عملية نغير في الأنسجة وبعد شوية نلاقي إن احنا برضو هنضطر نلبس نظارة أو عدسة لاصقة. في نقطة برضو أحب أقولها، إن عامة حدود عملية الليزك 10 ديابتر، وبالتالي إحنا بنقول لازم يبقى الفرق بين العينتين أكتر من 10 ديابتر، يعني الليزك أصلا ملوش دور كبير في الأطفال. لو المقاس أكبر من كده حتى في البالغين بنضطر إن احنا نستخدم عمليات زرع العدسة، ما بيبقاش برضو الليزك ليه دور في الحالات اللي أكتر من 10 ديابتر. 10 درجات فرق بين العينتين. بالظبط. نورتيني وشرفتيني وكالعادة أبدعتي. شكرا جزيلا ضيفتي العزيزة الاسم المتميز القدير في هذا المجال، أستاذ الدكتور نرمين البدوي استشاري طب وجراحة العيون وصاحبة دكتوراه طب وجراحات العيون بكلية الطب، واستاذ مساعد طب وجراحات العيون زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية في جالاكسو زميل مجلس علمي طب وجراحة العيون كامبريدج، كانت ضيفتي في واحدة من أرقى حلقاتنا في الناس الحلوة. يبقى الحول مشكلة اجتماعية في منتهى الأهمية ومنتهى أيضا القسوة على الأطفال والكبار، ينبغي أن ننظر لها بعين الرحمة والشفقة والإحساس بالمشاركة والمسؤولية، وحذاري أن يتم التنمر بطفل يعاني من مشكلة الحول، حذاري ثم حذاري، لأن دي أدنى درجات التربية والإساءة. خليكم دايما مع الناس الحلوة. جراحات المستقيم أو أمراض المستقيم التي تستدعي إلى جراحة هي واحدة من كلاسيكيات الثقافة، مش في مصر ولا في المنطقة العربية، في العالم كله في التأخير. النسور الشرجي من الحاجات اللي أعراضها ما هياش فيها وجع قوي، ما فيش حاجة تخلي المريض
يجري قوي، يعني مش متوجع قوي فيروح يجري على الدكتور. عايز المريض يبقى فاهم وعارف ان في مشكله مرضيه اسمها نصوص.